الرئيس السيسي يكلف رئيس المخابرات العامة بزيارة رام الله وتل أبيب لدفع جهود السلام. كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة بزيارة رام الله وتل أبيب لدفع جهود السلام، وذلك في إطار دفع الجهود المصرية لعملية السلام والتي يرعاها رئيس الجمهورية. وكان في استقباله بمدينة رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، حيث نقل كامل لأبو مازن رسالة من الرئيس السيسي تتضمن التأكيد على دعم مصر للقضية الفلسطينية والعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار بكافة المناطق الفلسطينية والإقليم كافة. معنا على الهاتف الأستاذ شريف سمير نائب رئيس تحرير الأهرام. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ، إزي حضرتك؟ كل عام وحضرتك طيب الأول. وحضرتك بالصحة والسلامة. نفسنا نشوفك قريب معانا، يبقى في حوار جميل نستمتع من خلال معلوماتك القيمة إن شاء الله. يا فندم بشرف ليا والله. العفو العفو. لو حبينا نشوف القضية الفلسطينية من رؤية حضرتك، وخصوصا إن في جهود مصرية النهاردة ليها مردود جميل. تقول إيه عن القضية الفلسطينية في هذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما حضرتك عارف القضية الفلسطينية بتتعرض للتصفية اليومية بشكل مستمر. وطبعا القضية الفلسطينية بتمر بتوقيت حرج جدا، لان حتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار بشكل نهائي على شكل الحكومة او شكل السلطة الفلسطينية، اللي هي اما انها تخوض بمباحثات سلام مع اسرائيل في ظل الحكومة الجديدة والادارة الامريكية الجديدة بعهد جو بايدن، او يكون هناك اختيار لسلاح المقاومة او التنسيق بين الفصائل الفلسطينية. فالقضية الفلسطينية الان لن يتم لها القيام او يتم لها الخروج من غرفه الانعاش الا تحت الرعايه المصريه والوساطه المصريه النزيهه. أيوة. وعشان كده مصر حريصه على ان يكون في حوارات مفتوحه وارضيه مشتركه بين الفصائل الفلسطينيه، ويكون هناك حوار بين هذه الفصائل للاتفاق على وجهه نظر او رؤيه مشتركه لتذويب الخلافات من ناحيه، ومواجهه سياسه التوسع الاسرائيلي في الاستيطان في الاراضي المصريه. ايوه. طيب فهو ده الحرص يعني، وبالتالي ده يفسر ليه بيكون مصر بتلجا باستمرار الى يكون هناك لقاءات شبه دوريه مع المسؤولين في الاستخبارات الاسرائيليه، عفوا الاستخبارات الفلسطينيه، المسؤولين في سياسيين في السلطه الفلسطينيه، ان يكون هناك تدخل من الاداره الامريكيه في لقاءات مع، وده مهم اللي عايز اسال عنه، المجتمع الدولي، لان المجتمع الدولي مهم جدا علشان نقدر نساند القضيه الفلسطينيه. طبعا المجتمع الدولي، بس في مقدمه المجتمع الدولي لابد ان احنا نكون صراحه مع انفسنا. الضوء الاخضر من البيت الابيض هو الاساس وهو المعيار الاول والاخير لتحريك عمليه السلام في الشرق الاوسط، فلابد ان يكون في تنسيق للادوار بين مصر وبين المسؤولين في الاداره الامريكيه. وده يفسر ليه مصر دايما اللقاء الاخير مع مدير الاستخبارات الامريكيه، ويكون في دايما محاولات ل تزويب اي نوع من انواع الخلافات او تحريك المياه الراكده في الملف الفلسطيني. صح. لان القضيه الفلسطينيه الحقيقه اصبحت الان قضيه تتعرض لموت اكلينيكي كل يوم، والشعب الفلسطيني هو الذي يسدد الفاتوره وهو الذي يدفع الثمن اولا واخيرا. صح. انا بشكر حضرتك الاستاذ شريف سمير نائب رئيس تحرير جريده الاهرام، شكرا جزيلا.